نيجي دلوقتي في مرحلة الـ implementation، ولما نيجي نتكلم في موضوع الـ implementation هنتكلم في ثلاث نقط. After choosing the programming tool and database tool, start to write the code and implement the database. يعني بعد اختيار الأداة اللي احنا هنبرمج بيها زي الجافا، زي السي شارب، زي الفيجوال سي، زي الفيجوال بيزك، whatever PHP whatever التول، وكمان نختار التول بتاعت الداتابيز، هنشتغل اكسس ولا هنشتغل ماي سيكوال ولا هنشتغل اوراكل، نبدا في كتابه الكود ونطبق الكلام ده على الداتابيز ونربط الداتابيز بالكود. لازم نلقي يعني اهميه كبيره جدا للايرورز والايرور هاندلرز. Pay great attention to write error handlers to prevent client errors from crashing the system. يعني لازم نهتم بشدة بكتابة modules أو functions بنسميها error handlers، معالجات الأخطاء. الـ error handlers دي هتعمل catching للـ client errors، أخطاء العميل، وهتمنعه من إنه يعمل crashing للسيستم، إن البرنامج يحصل له crash أو يضرب. طلع على رسائل ايرور والبرنامج يخرج على الويندوز. النقطه اللي بعد كده، always use offline help to show the client the right action if he gets an error. لازم باستمرار نعمل مساعده offline، يعني بدون احتياج للدخول على النت عشان يجيت المساعده، لا دي عباره عن help files موجوده بتطلع له على هيئه pop up menus كده او pop up screens، شاشات كده تظهر مره واحده قدامه تقول له التصرف اللي تعمله الصح هو كذا، ممنوع انك تحط ارقام اكبر من كذا او اقل من كذا، هنا بندخل ارقام، هنا ما بندخلش الفابت، هنا بندخل الفابت ما بندخلش ارقام. دي اللي هي اوفلاين هيلب اللي بتساعد العميل ان هو يختار المعطيات او الانبوت اللي بيدخلها بشكل مظبوط. بعد ما عملنا التنفيذ او الامبلمنتيشن، بعد كده بنقيس البرفورمانس، وده عنصر مهم جدا وبيهمله كثير من المبرمجين، مما يترتب عليه ان البرنامج يبقى تقيل جدا والجهاز يبقى تقيل والعميل ما يبقاش عارف لا يستخدمه ولا يستخدم الجهاز كله. يبقى العنصر المهم اللي بعد الامبلمنتيشن هو قياس البرفورمانس او الكفاءه. Under different processing skills، تحت مختلف المقاييس من الاستخدام للبروسيسور، measure the performance of the system. هنقيس البرفورمانس بتاع السيستم، الت كنترول ديلي، وهنجيب التاسك مانجر وهنجيب البرفورمانس. هنشوف الهاردوير يوتيلايزيشن. الهاردوير يوتيلايزيشن هو استخدام البروسيسور والميموري والنتورك والهاندلرز، وهنشوف الهاندلز والثريدز والبروسيسز واخده حيز قد ايه من الفيزيكال ميموري ومن الكيرنل ميموري، ونخش على الريسورس مونيتور ونشوف الريسورسز بتاعت الجهاز مستهلكه بنسبه قد ايه، ونشوف الـ CPU usage والـ memory usage. لازم ما يزيدش عن 30-40% maximum على أعلى performance للـ application. ده أعلى performance لما يكون فيه graphics عالية، لكن لو فيه processing data عالي لا، الموضوع ما يزيدش عن 10-15% بالكتير أوي. According to measurement you decide، طبقا للقياسات اللي هنطلعها هنقرر أو المبرمج هيقرر. To improve the code or the hardware gear. Improve the code يعني يحسن الكود اللي هو كان كاتبه، يعدل فيه بحيث يقلل اللوبس اللي بتعمل الهاي بروسيسنج دي. اكيد هي لوبس ملهاش لازمه لانها عامله بروسيسنج عالي من غير فايده، دي بترجع بقى لذكاء المبرمج وخبرته. او لو هو عامل على الاوبتيمم كودنج، بس هو البرنامج تقيل اصلا وبيحتاج ريسورسز عاليه، يبقى هيحتاج يطور الهاردوير جير. والهاردوير جير ده مصطلح مقصود بيه اللي هو جهاز الكمبيوتر بمشتملاته من بروسيسور، ميموري، كارت جرافيكس الى اخره من الهاردوير بتاع الجهاز. بعد ما خلصنا قياس البرفورمانس بنخش بعد كده في الفاليديشن، ومرحله الفاليديشن هي المرحله بتاعه التقييم. التقييم ليه؟ التقييم مدى استقرار البرنامج في العمل بدون مشاكل. يبقى
اول نقطه هنقول try to keep the system working as much as you can. هنحافظ على ونحاول ان احنا نحافظ ان السيستم نفضل حاطينه تحت التجربه اطول فتره ممكنه عشان نشوف استقراره ونشوف انه هيحصل له كراش او هيطلع لوحده او هيخرج لوحده للويندوز ولا لا. تاني حاجه try to input random wrong values. هنحاول ندخل مدخلات random عشوائيه وتكون غلط على اعتبار ان العميل ممكن يدخل داتا غلط. هنعمل validation to validate the error handlers عشان نتأكد ان الـ error handlers اللي احنا عاملينها هتقدر تتعامل مع اشد درجات الدخول او الـ input العشوائي الخاطئ من غير ما يحصل الـ system crash. يبقى ده الاختبار الـ error handlers. Make other applications share the resources with your application and see performance. يعني هنخلي ابلكيشنز ثانيه تشتغل جنب الابلكيشن بتاعتنا اللي احنا بنعملها للاختبار وبتشارك الريسورسز يعني زي الميموري زي كارت الشاشه زي البروسيسور. الابلكيشنز دي بتشاركنا عشان نشوف البرفورمانس بتاعي هيحصل البرنامج ده يعمل له هيعمل كراش ولا مش هيحصل. زي ما احنا شايفين الموديل اللي عندنا يوزر اكسبتنت تيست يو اي تي المرحله بتاعت الكاستمر بيشوف الديزاين سبيسيفيكيشن بيشوف الفانكشنال سبيسيفيكيشن بيشوف التكنيكال سبيسيفيكيشن بيحصل الكودينج وبعد كده بيحصل يونت تيستينج للبرنامج او الموديول وبعدين يحصل كومبوننت الموديولز اللي جوه يحصل لها تيستينج وبعد كده السيستم ككل يحصل له تيستينج وبعدين السيستمز اللي هي مكونه من عده انظمه تختبر مع بعضيها وبعد كده الكاستمر بيعمل اكسبتنس في الاخر. ده اسمه الفي موديل وده موديل مشهور جدا جدا. كاستمر ثم ديزاين سبيكس فانكشنال سبيكس تكنيكال سبيكس كودينج يونت تيستينج كومبوننت تيستينج سيستم تيستينج سيستمز تيستينج اكسبتنس باي ذا كلاينت. بعد كده عندنا المينتنس. والمينتنس هي المرحله اللي هتيجي بعد الست مراحل اللي فاتوا. بيحصل فيها ايه؟ فيكس ذا ريسورسز ديجراديشن بيرفورمانس. يعني فيكس يعني اصلاح الريسورسز الهاردوير والميموري والبروسيسور والكارت جرافيكس. ساعات اثناء الشغل لاحظت ان تلاحظ ان الاداء بتاع الريسورسز دي بيقل. فالمفروض في المينتنس احنا هنخش نحاول نعالج الديجراديشن ده او نعالج التقليل من البرفورمانس ده بتعديل الكود بتاعنا بحيث انه يستهلك ريسورسز اقل. بنصلح بنعمل فيكس للسيمانتيك اند سينتكس ايرورز. هنعمل اصلاح للاخطاء سواء اللغويه او الاخطاء اللوجيك او الاخطاء اللي هي اللي ناتجه نتيجه عن اللوجيك بتاع البرنامج نفسه او الكود بتاع البرنامج نفسه او اللي هي غير محسوسه كسنتكس بتبقى بتبان في الاوتبوت بتاعها. بنعمل بنكود يبقى اوتوميت ذا داتا بيس باك اب اند تشيكينج. يعني هنعمل عمليه اوتوميشن او ميكنه او البرنامج هيقوم بنفسه اوتوماتيكلي ان هو يعمل باك اب للداتابيز ويعمل تشيكينج للداتابيز دي فيها رابش فيها جاربج فيها اي ديفكت فيها اي خطا موجود. الالجوريزم اللي هنحطه هيتشيك على الداتابيز وهيتشيك على الاخطاء اللي موجوده فيها وهيعمل باك اب للجزء اللي تم المينتنس بتاعه سليم كباك اب احتياطي للداتابيز الاصليه. لو حصل اي كراش في الداتابيز الاصليه الباك اب موجود اوتوماتيك بتعمل مينتنس وتحل محلها.